مسكين ما عنده شاي، راجل اجي عنده 50 عام، الله يحسن العوال ما خدام شاي، بقات كتبان له الدنيا كحله في وجهه مسكين. تعيطوا لنا الناس ديال الجيران ديالو، قال لك اجيو تشوفوا هاد السيد راه شنق راسو. دخلنا حنا والسلطات الله يجازيهم بخير، لقينا هاد السيد شنق راسو، ما عنده عداوه مع حتى شي واحد، كلشي كيبغي. تسولوا عليه، الرابطه كامله كتبغي، ما كيجي يدير العيب في شي واحد، ما حتى حاجه. شنو هو ضاقت به الايام، جلس مع 3 شهور من الخدمه ما خدامش، هو في لاموزيك كيخدم 100 درهم في النهار، هذه 3 شهور ما خدم شاي. الجيران اسيدي، الجيران معاه مزيانين، ما معاه لا عيب لا والو. هو مسكين الاخر راسه ما هضر معاه حتى واحد. انا قلت النهار اللي كنصبغوا الدربه نشوفهم السرجم واقف في السرجم الفوق خدام على راسو، زلا يجي حتى جات هاد الشيء. ملي جات الكورونا جلس حتى شموا الريحه في الدار، شموا الريحه في الدار، جاو علموا الجيران، خرجوا هذاك يدق على هذا، حنا خرجنا كاملنا للدرب.